المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس نادي الزمالك. سياده المستشار ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن خالد، اخبارك يا حبيبي؟ كويس. الف مليون مبروك. مبروك مبروك على الزمالك، مبروك على جماهير نادي الزمالك، مبروك الصفقات اللي كل يوم واحده غير الثانيه، الاجدد، الحاجات اللي ان شاء الله هتبقى دعانا لفرق نادي الزمالك في كل الالعاب. ده نتيجه جهد كبير، نتيجه اصرار من مجلس اداره برئاسه المستشار مرتضى منصور، انه زي دعم فرقته، زي دعم ناديه، زي دعم كل الالعاب، مش كره القدم فقط. لا، اول رغبه عند دايما عند نادي الزمالك ومجلس ادارته ومستشار مرتضى منصور تحديدا هي فرح جماهير نادي الزمالك. عشان كده دايما بكل مناسبه بقول افرحوا يا جماهير نادي الزمالك بفرقكم. طيب بنقول لهم افرحوا بحسن القداح، الحمد لله. طيب هسال حضرتك بقى، كواليس الانتهاء الاستغناء لنادي الزمالك، قول لنا الكواليس، ومين كان في الاوضه اللي جنبكم من النادي الاهلي، مين كان متواجد، ايه كواليس الصفقه؟ بص يا خلوده، انا كنت متواجد مع المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك لغايه الساعه مثلا 9 بالليل، وسامعين ان في مفاوضات وناس رايحه وناس جايه على نادي الشمس. هي كلمه واحده، المستشار مرتضى منصور فوضنا وقال لنا اطلعوا على هناك ترجعوا لي بالاستغناء. تمام. ده كانت توجيهات المستشار مرتضى. رحنا الحمد لله بسرعه على نادي الشمس، كان موجود ناس من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومن النشاط الرياضي في النادي الاهلي. سمعت ان هم متواجدين من فترات كبيره جدا، النهارده كانوا موجودين ساعات كبيره جدا. رحنا والحمد لله. بص، عشق نادي الزمالك، احترام لرئيس نادي الزمالك، لمجلس اداره نادي الزمالك. بنشكر اسامه ابو زيد رئيس النادي الشمس محترم، نشكر الاستاذ تامر علي مدير نادي الشمس، استاذ محسن عبد القادر، استاذ اسامه، استاذه دعاء بركات بنت المرحوم هشام بيه بركات النائب العام الشهيد. بنشكر كل مجلس اداره نادي الشمس على تعاونه معانا. كان معايا حماده عبد الباري، وبصراحه تليفونات مع مستشار مرتضى منصور هي في لحظه واحده كان حصل القداح في نادي الزمالك يا خلود. طب اللاعب نفسه كان موجود ولا كان والده لسه؟ والده وقع معانا، لانه عارف ولي الامر هو اللي بيوقع معايا انا والاستاذ اسامه ابو زيد. استاذ اسامه بصفه رئيس نادي الشمس، انا بصفه نائب رئيس نادي الزمالك. الطرف الثالث ولي امر حصل قداح والده. طيب والده كان رغبته الزمالك؟ كلهم كان رغبتهم الزمالك. يعني انا الولد ابدى رغبته في 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 في, في مكتوبه، وابدى رغبته في فيديو، ولكن كمان برضه كان في تعاون كبير من مجلس اداره نادي الشمس المحترم صراحه، وكان معانا المستشار هشام كان عامل يعني بصراحه دعم. يعني الفيديو اللي اللاعب عمله ده وهو مسافر بالظبط. عمله وهو مسافر وكان بيدي رغبته، بس المستشار مرتضى كان داخل على طول الباب الشرعي نادي الشمس مجلس ادارته. رحنا قدمنا العرض بتاعنا، كان كلنا ثقه بربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله ان كانت مجهودات الحمد لله نادي الزمالك ومجلس ادارته. عرض الزمالك كان اعلى ماليا بجانب ايضا رغبه اللاعب. بالظبط بالظبط يا خالد، كان اعلى ماليا تقديرا من نادي الزمالك لقيمه لاعب تم تكريمه. قيمه لاعب لعب كاس عالم من احسن لعيبه المنتخب بدأنا في كاس العالم. بالظبط. اضافه جديده لنادي الزمالك ان شاء الله مع فرقه كره اليد بامر الله سبحانه وتعالى. هو هداف كاس العالم كمان، هداف كاس العالم. ويعني اصل امبارح نزلت الفيديو ده اميره بخيت الصحفيه الشاطره اللي بتغطي كره اليد في نادي الزمالك ايضا، وصحفيه مميزه جدا، عملت الفيديو ده فنزلته على صفحتها، فرحت انا منزله. فبعض من ينتموا للنادي الاهلي يعني تجاربين، يا عم خالد ده لابس جاكيت، هو في الشتاء ولا ايه؟ يعني يعني فكره ان الفيديو يعني قديم مفبرك ولا حاجه زي كده يعني، سبحان الله. لا طبعا، هو في النهايه اهم حاجه عند مستشار مرتضى مجلس ادارته ان دايما بيشتري اللعيب يشتري نادي الزمالك. بالظبط، دايما بنقف مع اللعيب اللي بيحترم نادي الزمالك وبيقدر نيغوي نادي الزمالك وبيبقى متفاني في ان هو عايز ينتقل لنادي الزمالك. ده فعلا اللي بيحارب عشانه مرتضى منصور، ده اللي بيحارب عليه مجلس اداره مرتضى منصور. اللاعب جسمانيا طوله كام؟ انا سمعت ان هو 191 فعلا. بالظبط بالظبط، ولد طويل جدا، ولد 195 سنتي تقريبا. بالظبط، يعني كان من نجوم نادي الشمس وبقى من نجوم من منتخب مصر، وان شاء الله هيبقى بيلعب باك ليفت. هو باك ليفت تقريبا هو. بالظبط. انا بالتالي بهنيكم، بهني جمهور نادي الزمالك، بهني مجلس اداره. الف مبروك يا استاذ مرتضى منصور مجلس اداره على الدعم الكامل، بس مش فرقه كره القدم، لا كل الالعاب. وزي ما بيقول مرتضى منصور، افرحوا يا جماهير نادي الزمالك. مبروك يا سياده المستشار، بشكرك جدا جدا، والف مبروك على مجهوداتك ايضا، ووصول الاستغناء لنادي الزمالك وحصوله على هداف كاس العالم حسن وليد قداح. اشكرك يا استاذ مستشار. والله الواحد كل يوم بيفرح يا احمد، والحمد لله يعني نادي الزمالك ماشي في الطريق الصحيح. الحمد